مواصلة لمجهودات أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، وفي إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب، كما كان أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي من توقيف 3 شاحنات عبارة عن جرارات طارقية تحمل على متنها كمية معتبرة من الإسمنت المستعمل في البناء والأشغال العمومية والمقدرة ب 120 طن، حيث لا يحوز سواق هذه الجرارات على رخصة التنقل في المنطقة البرية من النطاق الجمركي. على الفور تم تشكيل دورية مدعمة من أجل مرافقة ونقل الشاحنات إلى مقر السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي. السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي فتحت تحقيق في القضية. فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا.